لأنه المرض بيجي من الإنسان إن هو بيبقى مقيد بمكان ومقيد بحالة نفسية يعني. يعني الناس بيجوا يزوروه ويعملوه على أساس إنه هو مريض وبتاعه حاجة، حتى لو حد مثلا يتخانق مع حد فيغفل لأنه هو مريض وبتاعه وحاجات زي كده. ده مش حساس بداية الواحد طبعا، إن الإنسان ما يتعاملش طبيعي مع الأشياء ويتصارع معاها ويخش فيها وتخش فيه زي العادة. فالمرض استثناء في هذه الحالة، إنما غير كده كل واحد يخش يعمل عملية، يكون ياخد دواء، يكون إن هو يتجلد يعني في العلاج أو في البتاع حس كده، شيء ما يسببش يعني بالنسبة لي أي متاعب نفسية يعني. الحزن من أجل الموت لانقطاع الحياة ده يعني أنا بعتبر نوع من السذاجة الفكرية يعني. هو الموت ده حقيقة، هو حقيقة الوحيدة في الحياة يعني. شكرا يا عم، شكرا اول مره في التاريخ. ما انا ما سمعتش وما ظنيش انه قال شكرا كده. ثم يا اخي لا شكر على نقول تفوت الشكر اللي انا من الناس بتاعي ده الحقيقه. انا مش معتبر والدي الحقيقه. لا يا شيخ يبقى انت حاطط على الرحمن في موقع يعني مش هو الموقع اللي الرحمن عايز يقعد فيه. لا لا موقع المؤدي الواجب فقط يا سيدي. واحد عايز يحس يعني مش مؤدي واجب يعني انت تخليه في المقام الواجب بس كده. لا انا قلت ان هو متفطر. لا والله هو شعب مخوف وبيعمل حاجه يعني. انت بقى يعني طب انت عاتك اللي بهلنا نكد يا دكتور عبد الرحمن. ايوه انت اللي طلبت شكرا يا عبد الرحمن. ما احنا كنا في اولاد الله وكويسين. ما على فكره امال هم المثقفين في بيتكم ايه؟ ما هي الجمله وتطلع للناس اللي لازم يطلعوا فيها الايه؟ القطط الفاطسه. والله كويس وروحه مرحة كالعادة وبائر زي عادته وساخر زي عادته كل حاجة. لا كل يوم يعني بيتحسن عن يوم يعني. بالنسبة لصور محمود حكاية التلاجف دي كان ممكن تسافر تشوفها تطلع؟ معرفش لو كان ممكن حزها المشكلة دي طبعا كان مرتالي اكثر حته فيها الحته دي ده العضله ما فيهاش دي حاجه؟ لا يعني هو جزء من العضله هناك شال العضله بتبقى بزاها لكن العضله دي سليم بالعكس يعني. طب تفتكر حضرتك يعني مساله السرطان الدمي هل انا يعني عندي اللوكيميا دي؟ لا سرطان الدم حاجة مختلفة خالص. يعني هو السرطان دايما بنسميه حسب خلية المنشأ بتاعته. فسرطان الدم بينشأ أساسا في نخاع العظم اللي هو بيتكون منه الدم. دي مسألة مختلفة خالص ما لهاش علاقة. يعني السيمونوما والتراتوما دول ممكن يبقوا دول بينشأوا في الخسر. يعني هو لو أصلا أنا كانت الخسر بيستغسل لك من أول ما كانش نشأ يعني المشكلة دي كلها. صحيح؟ على كل حال دي نظرية برضه يعني في بعض الناس بيعترفوا بيها. وهي عملية الاستئصال يعني هي كانت معلقة أصلا. هي أنا معلقة في الأصل. اتولدت ليها معلقة أصلا. يبقى في هذه الحالة بننصح باستئصالها فعلا إذا ما أمكنش إنها تنزل تحت. حلم في الشعر هو الـ الإنسان الحر. الإنسان الحر مش معنى الحرية السياسية بس، الحرية الاجتماعية والعلمية. الإنسان عندما يريد شيء يتحقق له يعني.